إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا نبدأ إلا باسمه هو، والحمد لله الذي لا يعلم ما هو إلا هو، ولا يغفر الذنوب ويستر العيوب إلا هو، ولا يكشف الكروب ويجبر القلوب إلا هو، جل عن النظائر وتقدس عن الأشباه، فهو الله لا إله إلا هو، وهو المحمود ولا يحمد على المكاره إلا هو، المشكور الذي لا يشكر على السراء والضراء إلا هو، الكريم بلا حدود وصاحب كل الفضل والجود إنه هو، الرحيم الودود ولا يقصد بالركوع والسجود إلا هو، القديم الذات البديع الصفات ولا يدعى لكشف الكربات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سبحانه وتعالى إليه أمرنا وعليه رزقنا وهو حسبنا، إنه ربنا لا إله إلا هو، هو الله الفرد الصمد الواحد، وقامت على وحدانيته الشواهد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، نهى عن الفحشاء والمنكر والطغيان والبغي، وهو الحي لا إله إلا هو، كيف تجحد وحدانيته وتنكر فردانيته وقد شهد أنه لا إله إلا هو، قدر بحكمته الأشياء وخلق ما في الأرض والسماء، ويصورنا في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، ساتر العيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب وذو الحول والطول لا إله إلا هو، نوحده سبحانه وله كل التنزيه عما قال أهل التمثيل والتشبيه فلا إله إلا هو، وتعالى الله الملك الحق الذي لا إله إلا هو، ولا ندعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي تعطرت بمديحه الأفواه، وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 21 من فبراير لعام 2020 من الميلاد. وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل ما تيسر له من سورة النحل، بدءا من الآية 51 وحتى الآية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله
أفغير الله تتقون وما بكم فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون للذين لا يؤمنون
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا.
أم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا صدق الله العظيم. حقا إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والقرآن مأدبة الله، وهو حبل الله المتين ونور مبين وشفاء وعصمة لمن تمسك به ومنجاة لمن تبعه. استمعنا إخوة الإيمان لآيات بينات من القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بدءا من الآيات 51 وحتى الآية 74 من سورة النحل، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. ولله ضر القائل عن رب العزة سبحانه وتعالى: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه. أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون سناه. أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى ملآن من نعماه. سبحان من خرق الحجاب لعبده وهداه منهج قصده فرآه. سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما أخفى بما أبداه. سبحان من ظهر الجميع بنوره فبه يرى الأشياء من صافاه. سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح
من فيض نور هداه، فالعارفون مشاهدون لصنعه مستغرقون بذكرهم إياه. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها بسناه. مولاي أنت الواحد الفرد الذي ملأ الوجود صفاته وهداه. عجز الأنام عن امتداحك إنه تتصاغر الأفكار دون مداه. من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. وإذا أردت بأن تفوز وترتقي درج العلا وتنال منه رضاه، أدم الصلاة على محمد الذي لولاه ما فتح المكبر فاه. وله الوسيلة واللواء وكوثر يروي الورى، وكذا يكون الجاه. صلى عليه الله ما سرت الصبا وتعطرت بمديحه الأفواه. فهيا بنا أحبتنا في الله نعطر أفواهنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:03 بمشيئة الله تعالى. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك نحيا وعليك نموت وعليك وأدم علينا أمننا، واحفظ جيشنا ورجال أمننا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا بالطاعة
بأن قد
ليغسل الدمع ما قد كان في ندم بأن تتوبي فإن العفو يلقاك هذا عطاء الله إذ يؤتيه فيك يا بن يوم الحساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى بهديه وسنته. أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ ضياء الناظر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:30. لله ضر القائل عن ربنا سبحانه وتعالى: الكل في بحر حبه تاه، وقد تفانوا في سر معناه، وصححوا العقد مخلصين له بقولهم لا إله إلا هو. يا معشر الذاكرين كلكم قولوا معي لا إله إلا هو، وراقبوا من يعمكم كرما بفضل لا إله إلا هو. فالكون قد فاح نشره عبقا بذكره لا إله إلا هو، والعرش تسبيحه له أبدا سبحان من لا إله إلا هو، وكل ما في السماء من ملك تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الجبال من عظم تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الرياض من شجر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في البحار من سمك تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الوجود من بشر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الزمان من عجب أعجبه لا إله إلا هو، وكل شيء تراه من حسن أحسنه لا إله إلا هو، وكل شيء يلوح من ملح زينته لا إله إلا هو، وكل أهل العلم قد علموا بأنه لا إله إلا هو، وكل أهل العقول قد فهموا بأنه لا إله إلا هو، والإنس والجن كلهم شهدوا بأنه لا إله إلا هو، والرعد والبرق إذ يسبحه فقوله لا إله إلا هو. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الصلاة في جماعة بمشيئته وعفوه وكرمه. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد سيدتنا نفيسة العلوم السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قصيرة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها يومئذ ناعمة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اجعل القرآن الكريم لأسقامنا دواء ولقلوبنا ضياء ومن الذنوب ممحصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة سائقا ودليلا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا غائبا إلا إلى أهله
وحده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام بسلام بصحبة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهكذا من الله علينا بفضله وجوده فصلينا الفجر في جماعة بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. وختاما لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة التحكم الرئيسية الكنترول بالإذاعة تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، مع رق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 27 من شهر جماد الآخرة من عام 1441 من الهجرة، الموافق 21 من فبراير من عام 2020 من الميلاد.